حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع بلقيس يتحدث عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين بصنعاء بسبب التعذيب. ومن العرب الجديد، مدرسو اليمن يبحثون عن بدائل بسبب انقطاع الرواتب. ومن الشرق الأوسط، موت شجرة الصداقة التي أهداها ماكرون لترامب. أهلا بكم. لم تتوقف ميليشيا الحوثي عن قصف الأحياء السكنية في تعز منذ منتصف رمضان، ووفقا لموقع بوست، إصابة امرأة وأربعة من أطفالها في قصف حوثي استهدف منزلهم في تعز. وقالت مصادر محلية للموقع بوست إن قذيفة حوثية سقطت على أحد منازل المواطنين في منطقة وادي القاضي، ما أسفر عن إصابة امرأة وأربعة من أطفالها. وأضافت المصادر أن القذيفة خلفت أضرارا جسيمة في المنزل الذي سقطت عليه. وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها للأحياء السكنية بمدينة تعز، متسببة بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الدولية والمحلية. ذات الميليشيا ولكن بقذائف أخرى وفي مكان آخر. تم استهداف المدنيين وعنون موقع عدن الغد. ميليشيات الحوثي تواصل قصفها الهامجي على منازل المواطنين في حبيل سوق بحجر في الضالع. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي واصلت قصف منازل المواطنين في مناطق بالضالع بقذائف المدفعية والهاون ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي قصفت بعشرات القذائف المدفعية وقذائف الهاون بشكل عشوائي المنازل والأحياء السكنية. وأضاف المصدر بأن القصف تسبب بحالة من الذعر والهلع لدى السكان وخصوصا النساء والأطفال الذين باتوا يعيشون حالة من الرعب. كل شخص يريد تفصيل وطن على مقاسه ويتناسب مع ظروفه والشكل وأصل وفصل عائلته ونسبه وطائفته. هذا ما يعتقده الكاتب نبيل محمد العمودي، لكن المواطن العدني البسيط يريد شيئا آخر، وفقا للكاتب الذي نشر مقاله في موقع عدن الغد مضيفا. ما الذي يمنع فتح السفارات في مدينة عدن؟ ولما لا يتم استقدام السفارات إلى العاصمة عدن لتسهيل معاملة طلابنا ومرضانا ورجال الأعمال بدلا من السفر إلى الدول المجاورة وإنفاق الأموال والجهود بحثا عن فيزة لإحدى تلك الدول؟ نريد مكاتب طيران العالم المصرية، التركية، الإماراتية، القطرية وغيرها. نريد خطوط طيران أخرى بجانب الطائرتين التابعة لليمنية والسعيدة. نريد أن تعود تلك الخطوط منافسة وأكثر تسهيلاً وتفتح مكاتبها ورحلاتها من وإلى عدن. نريد تعليماً حقيقياً، فقد وصل التعليم إلى مستوى يرثى له، سقط إلى الدرك الأسفل ولم يعد الطلاب ولا المدرسون يملكون الرغبة ولا الإمكانية للعلم. ويا للهول والكارثة، تأكدوا إن زدنا فقط 5 سنوات أخرى سيأتي جيل لا يعرف شيئاً عن العلم والتعليم. نريد لمعاملاتنا أن تتم في مؤسسات منتظمة على الدوام، فيها ضبط وربط بعيدا عن الفساد والوساطات. نريد دولة. دعونا نقول لقد تحرر الجنوب، فلتقم هذه المؤسسات على بلاد الجنوب، أو نقول تحرر جزء كبير من أراضي اليمن الاتحادي، فلما لا يتم تطبيع الحياة واستعادة الدولة بكل مقوماتها على ما تحرر منها؟ أي من ذلك إن تحقق أفضل بكثير من هذا الوضع المزري الذي ليس لدينا فيه هوية. لابد أن ننهي الحرب اليوم ونسقط الحوثي الذي يستمد قوته من خلافاتنا الدائمة. تحالف قادر إن أراد أن يسحق الحوثي خلال شهر واحد. نريد دولة أولاً تحت أي مسمى، وبعد ذلك وعلى طاولتها تباحثوا أيها السياسيون بالعقل. بعد الحرب تحدثوا عن فك ارتباط أو عن يمن اتحادي، فالمواطن لا يهتم إلا بمدينة يعيش فيها بسلام، يعلم أطفاله ويعالج أمراضه، يسافر حين يشاء وأينما يشاء، يريد أن يعيش عزيزاً مكرماً. صدقوني، ما تتناحرون لأجله لا يهم المواطن الذي قتله هذا العيش المضني، فهو يريد العيش بهدوء وسلام وأمان تحت دولة حتى لو كانت الواقواق. اعتادت ميليشيا الحوثي على تقسيم المناطق الكبيرة إلى قرى صغيرة يسهل فصلها عن بعضها وإعلان الحرب عليها،
وآخر هذه المعارك ما جاء في المصدر أونلاين. الحوثيون يداهمون قرية في البيضاء ويخطفون 10 من أبنائها. وقال الموقع إن مسلحي الجماعة داهموا منازل المواطنين بقرية آل عباس بمديرية الشرية بمحافظة البيضاء واختطفوا عددا من أبناء المنطقة. وقال مصدر بقبيلة آل عباس للموقع إن جماعة الحوثيين أقدمت على اقتحام المنطقة واختطاف 10 من شباب القبيلة من منازلهم استمرارا لما تمارسه ضد أبناء القرية منذ 3 أيام. أوضحت منظمة حقوقية أنها حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين في سجون الحوثيين نتيجة سوء المعاملة وانعدام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى وضع الكثير منهم في زنازين انفرادية وتعرضهم للمعاملة القاسية والتعذيب الشديد. وعنوان موقع بلقيس: تدهور الحالة الصحية للمعتقلين بصنعاء بسبب التعذيب. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن ميليشيا الحوثي قامت بوضع القيود على كل من محمد عشال ويوسف الكميم وصدام الروحاني، كما اعتدت بالضرب على كل من صدام دخان وصدام عجلان. وقالت إن هذه الأفعال الممنهجة تشكل انتهاكا جسيما للقواعد الخاصة بمعاملة السجناء وخرقا للمعاهدات والقرارات والتوصيات الخاصة بهم. إذا من لا يعرفون ماضي اليمن ولم يطالعوه جيدا يجهلون تاريخ اليمن الأخضر المكتفي ذاتيا. أستاذ تاريخ اليمن القديم وحضارته في جامعة صنعاء عبد الله أبو الغيث يعيد قراءة تاريخ اليمن السعيد الذي كان، ويفيد في مقال نشره التغيير نت: عرف الإنسان اليمني القديم الزراعة منذ عصور ما قبل التاريخ، حتى أنه عندما عرف الكتابة في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد كان قد أصبح يبني السدود الكبيرة التي تساعده في مشروعه الزراعي، حيث أثبتت حفريات البعثة الأثرية الألمانية أن أساسات سد مأرب تعود إلى القرن 12 قبل الميلاد على الأقل. ومثلما برع الإنسان اليمني القديم في تشييد منشآت الري وتخزين المياه، فقد عرف أيضا تشييد المدرجات والحقول وإقامة الحواجز الحامية لها، وحظيت تلك الحقول باهتمامه على مدار العام، وقد جعله ذلك الاهتمام يضع لكل حقل جربة اسما خاصا به. إلى جانب ذلك، فقد اهتم الإنسان اليمني القديم بسن الأعراف والقوانين التي تنظم العملية الزراعية، مثل الملكية العامة والخاصة للأراضي وطرق إيجار الأراضي الزراعية والانتفاع بها، حجم الضرائب على المحاصيل الزراعية وطريقة تحصيلها. وقد اهتم الإنسان اليمني القديم بزراعة العديد من المحاصيل الغذائية مثل الحبوب بمختلف أنواعها والبقوليات والفواكه، خصوصا التمور والأعناب، لكن تجارته الدولية كانت تعتمد على المحاصيل النقدية التي يزرعها أو يجلبها من أماكن أخرى خارج اليمن. وتمثلت أبرز المحاصيل النقدية في اليمن القديم باللبان والمر والقطن والصبر. وبلغ الإنسان اليمني القديم مبلغا في معرفة المواسم الزراعية التي تقوم عليها مواعيد بذره وحصاده للمحاصيل المختلفة، وقسم سنته إلى فصول 4. ولازال المزارعون اليمنيون حتى اليوم يعتمدون في كثير من عادات نشاطهم الزراعي على ذلك الموروث الأصيل الذي توارثوه عن أجدادهم منذ عصر ما قبل الإسلام. خلال السنوات الماضية حضرت مديرية جبل حبشي في تعز كساحة معركة أرادت الميليشيا إيقاف الحياة فيها، لكن موقع الحرف 28 قال إن هناك تغيرا. وعنون الموقع: السلطة المحلية تفتتح عددا من المشاريع التنموية بمديرية جبل حبشي. وقال الموقع إن وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي الدكتور عبد القوي المخلافي افتتح الطريق الجديد بعزلة نمرة، وكذا طريق قرية المسنيفة والجندية التابعة لعزلة بني عيسى بمديرية جبل حبشي. وقال المخلافي إن ما يميز مديرية جبل حبشي هو تكاتف أبنائها والوقوف صفا واحدا في كافة الجوانب، منها الجانب التنموي وإحداث التنمية في كافة عزلهم. كما اطلع وكيل أول محافظة تعز على الأوضاع المعيشية للمواطنين واحتياجات المديرية من مشاريع تنموية وخدمية في مختلف المجالات. يعيش أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من دون رواتب، ك
كما تقول العرب الجديد، المدرسون في المؤسسات التربوية الحكومية من بينهم، وقد دفع الأمر هؤلاء إلى البحث عن بدائل لتأمين قوت عائلاتهم. تستمر معاناة المدرسين اليمنيين في المدارس الحكومية جراء عدم صرف رواتبهم منذ نحو 3 أعوام. كثيرون منهم لجأوا إلى العمل في مهن أخرى منها ما هو شاق، فيما فضل آخرون النزوح إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا على إثر قرارها بصرف الرواتب لجميع النازحين في مناطقها دون استثناء. درهم سيف مدرس في صنعاء وأب لستة أولاد يقول للعرب الجديد: اضطررت إلى العمل في محل لخياطة ملابس الرجال بعد تراكم الديون وعجزي عن توفير متطلبات أسرتي الأساسية. يضيف: وضعي المعيشي تحسن مع مرور الوقت على الرغم من المقابل المادي البسيط الذي أتقاضاه من الخياطة، مؤكدا أنه يواظب على الحضور إلى المدرسة ويعمل في الخياطة بعد انتهاء الدوام حرصا منه على مستقبل التلاميذ وعدم حرمانهم من التعليم. مقاربة ترامب للشرق الأوسط تتجاهل الماضي والمستقبل والحالة الإنسانية. تحت هذا العنوان كتب شبلي تلحمي مقاله المعد نشره في صحيفة الغد، ويقول في جزء من المقال: جعلت المساعدات إسرائيل أكثر أمنا كما كانت النية، ولطالما خدمت مصالح إسرائيلية وأمريكية مشتركة، لكن إحدى الحجج المستخدمة لتبرير هذا المستوى الفريد من الدعم هي أنه إذا كانت إسرائيل آمنة فستكون أكثر قدرة على المساومة، لكن عوضا عن ذلك ولدت المساعدات المزيد من عدم التكافؤ مع تراجع في الحافز الإسرائيلي للانصياع للقانون الدولي وللمساومة. من كل ما سبق يمكن استنتاج أن التزام الولايات المتحدة التاريخي بإسرائيل الذي يتجلى في الدعم الفريد المقدم لها يعني أن على الولايات المتحدة مسؤولية التخفيف من الحقائق غير المتناسقة المتأتية عن هذا الدعم من خلال اللجوء إلى الجهود العاجلة. وعوضا عن ذلك لا يعد ترامب بتكريس عدم المساواة الشديدة فحسب، بل باستخدام قدرات دولة عظمى للتأثير في الجهة الأضعف أيضا، بما في ذلك حجب المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي. بعيدا عن الحقائق التي تتجاهل الماضي، تعتمد مقاربة ترامب تأطيرا خطيرا يضع الصراع في خانة الصراع الديني الأثني من دون بوادر نهاية له، ويلجأ مستشارو ترامب إلى الإيمان والادعاءات التوراتية لتبرير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والسيادة الإسرائيلية على مدينة قدس موحدة، وهذا أمر خاطئ وخطير على حد سواء. فهو خاطئ لأنه حتى لو كان لكل واحد الحق في اختيار إيمانه وخطابه الديني، فإنه لا يمكن أن تكون خطابات دينية كهذه الأساس للسيادة السياسية في زماننا الحاضر. وهو خطير لأنه يضع الخطاب اليهودي والمسيحي في وجه الخطابات المسلمة العربية، مما يعبر عن حرص على استمرار الصراع لعقود مع أمل ضئيل بالمساومة. يتحدث موقع شبكة البي بي سي عن قرية كوردي الواقعة في ولاية جوا الغربية الهندية. أما عن السبب في الاهتمام بهذه القرية بالذات فلأنها قرية لا يمكن رؤيتها إلا لمدة شهر واحد فقط كل عام، إذ تختفي تحت الماء طوال 11 شهرا، وعندما تنحسر المياه يجتمع سكانها الأصليون الذين استقروا الآن في مكان آخر لإقامة احتفالات في منازلهم القديمة بالقرية. توجد بين جبلين في منطقة جاتس الغربية التي يمر عبرها نهر سلاولم أحد روافد النهر الرئيسي في جوا. كانت تلك القرية يوما ما مزدهرة في جنوب شرق جوا، ولم تعد القرية موجودة في عام 1986 كما يعلم سكانها. فبعد بناء أول سد في الولاية غمرت المياه القرية بالكامل، لكن المياه تنحسر كل عام في شهر مايو لتكشف ما تبقى من القرية، وتظهر الأرض المتصدعة وجذوع الأشجار وبقايا منازل ومعابد دينية متآكلة وأميال من الأرض الجرداء التي تتقاطع مع المسطحات المائية. دايانان باندو دكار رئيس وزراء ولاية جوا زار القرية عام 1961 وأعلن عن بناء السد الأول في الولاية،
وجمع كل سكان القرية وأخبرهم بأنه سيفيد كل جوة الجنوبية. كان المشروع طموحا، حيث بني السد على ضفاف نهر سلاوليم، وأطلق عليه اسم مشروع ري سلاوليم، وهدف إلى توفير المياه لأغراض الشرب والري والأغراض الصناعية لمعظم منطقة جوة الجنوبية، أفادت تقارير إعلامية. كما قالت صحيفة الشرق الأوسط بأن الشجرة التي زرعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض كرمز لعلاقات بلادهما وعرفت باسم شجرة الصداقة قد ماتت. وأعطيت شجيرة البلوط هدية للرئيس الأمريكي خلال زيارة ماكرون لواشنطن في عام 2018، وقد غرد ماكرون في وقتها. قبل 100 عام قتل الجنود الأمريكيون في فرنسا في بيلو للدفاع عن حريتنا. شجرة البلوط هذه هدية إلى الرئيس ترامب، وستكون تذكيرا في البيت الأبيض بهذه العلاقات التي تربطنا. وتم إحضار الشجيرة من الأرض التي شهدت معركة غابة بيلو شمال فرنسا، وهي معركة دارت إبان الحرب العالمية الأولى، وقتل فيها 2000 عسكري أمريكي على أيدي الألمان في عام 1918. وكشفت التقارير الإخبارية أن الشجيرة ماتت في الحجر الذي كان من المفترض أن تمكث فيه لسنتين قبل إعادة غرسها في حديقة البيت الأبيض. واعتبرت وسائل إعلام فرنسية موت الشجرة تعبيرا مجازيا عن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في عهد ترامب، خاصة عقب اختلاف ترامب وماكرون حول عدد من القضايا أبرزها التغير المناخي والبرنامج النووي الإيراني. صور اختطفت اللحظة المناسبة للحيوانات، بالإضافة إلى أخرى متنوعة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.